اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم، ودارك دار السلام، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. يا مجيب الدعوات، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود والنصارى الغاصبين. اللهم اهزم اليهود والنصارى الغاصبين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وفرعون وهامان، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وصيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.